معروف طبعا أن التشيع يقوم على أصل رئيسي وهو الإمامة، حيث يرى الشيعة أن الله عز وجل لا يترك البشر بدون إمام من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معين ومعان من الله لهداية الناس وقيادتهم، وهو يواصل هداية النبوة ويكون معصوما في أقواله وأفعاله. لكن حين رأى الشيعة طول الغيبة بقلق الانتظار وقد يعني اختفى الإمام المعصوم الأخير، فاتت سنوات طويلة مئات السنين على الشيعة ولم يظهر الإمام المعصوم الغائب، فنادى بعضهم بأن يتصدر الفقيه الشيعي ليكون وكيلا عن الإمام في غيبته، وأطلق على هذه الفكرة مسمى ولاية الفقيه. إلى أن جاء الخميني بعد قيادته لإيران سنة 79 وضع هذه الفكرة، كبرها وعظمها ووضعها حيز التنفيذ. لذلك فهم الناس أنها من اختراع الخميني، وده مش صحيح ومش دقيق، إنما هي تبني الخميني وفرض الخميني. ولاية الفقيه عند الخميني أن غيبة الإمام قد تطول، أوضاع المسلمين سيئة، لا حل لبلاد الإسلام وليس لإيران فحسب إلا بتوحيد المسلمين تحت راية دولة إسلامية تحطم الحكومات العميلة، وأن الحكام الحقيقيين للمسلمين هم الفقهاء. وفعلا تمكن الخميني من تطبيق نظريته بعد انتصار الثورة الإيرانية، وقد حولها إلى ثورة إسلامية، وأصبحت ولاية الفقيه واقعا قائما في إيران بنص الدستور الإيراني اللي بيقول المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وله صلاحيات واسعة جدا تعطل كل السلطات الأخرى مهما كانت منتخبة. إلى أي حد ولاية الفقيه شيعية فقط؟ أن ولاية الفقيه تمتد من الشيعي إلى السني، وكأنما المجتمع العربي المعاصر والإسلام عموما في صراع دائم تتدافع عليه الخصومات والمنافسات والمنازعات والصراعات ما بين فقيه شيعي يريد أن يولى وفقيه سني يريد أن يولى.